السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حياتي في الغربة. مرحبا وألف مرحبا بكل المتتبعين. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأحسن الأحوال. شكرا للمتتبعين الجداد، شكرا للتعليق اللي كتخليو لي، شكرا لكم كاملين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم السمن بلدي، السمن ديال الدار، بهاد حلول الشهر الكريم إن شاء الله يا ربي على الابواب. كنقول لكم عواشركم مبروكه، ان شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. بخصوص السمن، بعض الاخوات اللي هما مغتربات، الناس اللي في الغربه، طلبوا مني نشارك معهم طريقه ديال السمن. وبصراحه كاين بعض الاسرار اللي كتخليه ينجح معكم ان شاء الله. كملوا معي الفيديو حتى الاخير، غادي ندوزو ان شاء الله المقادير. قبل ما ندوزو الطريقه، هنايا راني فتحت معكم وحده، مازال المده ما كملاش، هو من بعد 15 يوم كيحضر ان شاء الله وكيكون جاهز للطبخ. يعني صافي كيولي عندكم السمن ومقدمه، هو كيقدام، هو كيزيد يعطي اللوغو ديال السمن يعني اللي كتبغيو. كاين اسرار اللي كنخليه الطريقه ديالو باش كتنجح. دقتونيت هنايا لقيت المذاق ديالو رائع، واحد الزبده اللي كتجي لبغيتو تخليوها غير زبده. كنشكر بزاف الاخوات اللي كاينين معايا في الجروب وبارطاجاو معنا هذه الطريقه هذه، كنقول لهم شكرا لكم بزاف. وفي نفس الوقت انا يا ديجا كنت كندير السمن، بالحق كنت كنديرو بالزبده، الزبده اللي كتكون طبيعيه ديال هنايا، وكان كيصدق ليا 100%. ولكن الطريقه ديال هذه الزبده هذه اللي كيفاش استخلصتها من دبل كريم، هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا الطريقه. يعني ما شاء الله كتجي روعه بالنسبه اللي باغا دير غير الزبده ديال الدار، وفي نفس الوقت اللي بغا دير السمن راه حتى هي عن تجربه كتجي رائعه. تبعوا الفيديو حتى الاخير وندوزوا للمقادير. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نقدم لكم الزبده بلديه، الطريقه ديالها، وحتى السمن ان شاء الله بلدي ممكن تستعملوه غير في الدار. خديت هنا هذا دبل كريم اللي كتشوفوا، هذا ايترو، غادي نقول لكم شحال عطاني ديال الزبده، وغادي نبداو ان شاء الله بحول الله. يلا بسم الله. غادي نحتاجو ان شاء الله دبل كريم، وعندنا الدراب اولا الخلاط الكهربائي، المهم هذا الخلاط اليدوي، وكاين حتى الخلاط اللي بغيتو حتى الميكسور، اي خلاط. المهم خص هاد الكريمه تضرب مزيان. هذا يلا خديت، شوفوا راه فيه ما شاء الله كيكون فوفات طيب، نديرو كامل. دابا غادي نبدا نضرب فيه حتى كيطلع ليا بحال كريمه عاديه. المهم هنا كيمشيو معايا، راه بدا كيتكور، كتبقاو تضربوا في داك الكريمه حتى صافي بحال كنقولوا حنا كتخسر لينا، وهي راه كتبدا تطلع الزبده كتفرق على الحليب. صافي في هاد الاثناء كنبداو نجمعوا فيها، غادي نحيد هاد الزبده هادي، راني جمعتها، غادي نصفي داك الحليب، صافي غنحيدو غرمي، وغادي نعاود نغسلها شي 3 ولا 4 ديال المرات. ضروري خصكم ديروا هاد العمليه هادي، ضروري خصها تغسل وتحيد منها الحليب اللي فيها. هذه الطريقه اللي كنعمل، المهم تبعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله. ها انتما يا من بعد كنغسلوها واحد 3 ولا 4 المرات، هاي كنحيدوا منها الماء وداك الحليب اللي كيكون فيها. ها انتما يعني ما بقاش فيها دابا الحليب. دابا غادي نوجد، دابا اللي بغى يعملها غير زبده ويخليها في الدار يعني الماكله، غادي تعملوا غير الماء والملحه، اي شويه ديال الملحه صافي، باش كتجي لذيذه تبنوها وتخليوها في توضعوها الا بغيتوا تاكلوها كزبده عاديه. دابا حنا غنحضروها ان شاء الله السمن، غادي ندوزو باش نحضروه. هنايا غادي نعبروا غير باش تعرفوا شحال تقريبا كتعطي. هنايا تقريبا نص كيلو اللي كتعطينا، ايطرو ديال الكريمه كتعطينا نص كيلو. دابا انا غادي نوجد عندي هنايا الزعتر، غنحط شويه الزعتر، وغادي نديرو هنا ندافع عليه الملحه، وغادي ندافع عليه الماء باش غادي نغليه شويه حتى يطلق، وغادي ديك الساعه نخليه باش غادي نغسلو به الزبده ان شاء الله. المهم بالنسبه لهنا عندي الملحه الحيه، هذه كنت جبتها ديال المغرب، هذه
غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر. هنايا خديت تقريبا واحد 3 معالق ديال الملح، ناخذ معاه واحد انا غادي نصفيها، ندير جوج معالق ديال الزعتر، غادي نزيد عليهم ضيف عليهم الماء، نديرهم حتى يطلق شويه الزعتر، عاد غادي نصفي. هنايا انا راني درت جوج ديال الاطروب، دابا غادي نحاول نعملهم جوج ان شاء الله. المذاق ديال هادي راه غير زبده زبده، يعني صراحه راه تذوقها غير زبده زبده طبيعيه. دابا حنا بغينا نحضروا ان شاء الله سمينه، السمن تشوفوا ان شاء الله معانا. المهم هنايا غير بغيت نوريكم، ها انتم ملي كتبداو توصلوا فيها شفتوا الحليب الماء يعني باقي فيها، واخا غسلتها قبيله، المهم انا ضروري كنبقى نغسل فيها. ودابا غادي نبدا نغسلها بالماء مع الزعتر اللي صايبت بالملح، ها انتم ها هو غير كطلع الغليه، غير كطلع الغليه غنخليه بلاتي يبرد وغنصفيه، ملي غنصفيه هو اللي غنبدا نغسل به هاد الزبده هادي. بالنسبه حتى اللي بغى الزبده يخليها غير زبده عاديه ديال الماكله، ضروري ما تغسلوها، ضروري هاد الحليب ما خصوش يبقى، خصكم تغسلوها يعني بزاف ديال المرات، وهكا كديروا فيها هكا بهذه الطريقه هذه كتبقاو يعني خصها بحد تقدروا ديروها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالكم، كتبقاو تغسلوا فيها، كتبقاو ديروا فيها هكا الماء تغسلوها مزيان تصفيو هذاك وتعاودوا ثاني تخويو الماء واحد اخر، وتبقاو بحال هكا هكا كيخص داك الماء يدخل في كاع البلايص، يعني ما تخافوش منها راه ما كدوبش بعدا، وتبقاو تخدموها تبقاو تخدموها مزيان صافي كتهبط داك الحليب ديالها، كتغسل تغسلوها تتحيدو داك الحليب اللي كاين فيها صافي، ما كتغمل ما حتى شي حاجه. هاد الطريقه هادي الا درتوها راه ما كتغملش وما كتخسرش، والملحه ضروري من الملحه باش ما كتصوبش وما تخسرش، ما يعني ما كتضيعش حتى درناها ان شاء الله سمينه راه كتبقى زوينه. هنايا قبل ما غادي نغطي غسلت الزبده مزيان بالماء والزعتر الملح اللي درت، غسلته المره الاولى والثانيه والثالثه صافي، خويت عليه الزعتر بالماء هذاك الماء اللي بقى ليا كله خويته، وغنغطيه دابا وغنبيته 24 ساعه. رجعنا اليوم صباح الخير بعدا، صباح الخير عليكم، ها انتم النهار الثاني دابايا، رجعنا للسمينه ديالنا شوفوا ما شاء الله. المهم اش غندير انا، غادي نحاول نعاود راه عرفتي قاصحه دابا الزبده شابه مزيان، غنعاود بحال غادي نعاود نغسلها كيف وريتكم البارح، نخدمها عاوتاني شويه مزيان صافي، وغنبدا نجمع هذا الشيء نحطو في شي شبيكه باش يتسقطر ليا من الماء مزيان، لان ما خصوش يبقى فيه الماء. الريحه طالعه والله الا طالعه ريحه غزاله، نضربو الملحه مزيانه صافي، غادي نستمر بحال هكا ونعاود نطلقها ان شاء الله. المهم هنايا وجدت هاد الصفايه هادي، غادي نحاول نبدا نهز بحال هكا، دابا راه خدمتها مزيان راه شاربه داكشي ديال الملح والزعتر، ملي كديروا لها الطريقه هادي كيبقى يهبط داك الماء، ملي كتبقاو تخبطوا فيها راه الماء كيبقى يتخبط. صافي غنبدا نحطهم هنا يبقاو يتسقطرو، غادي نستمر عاوتاني هكا حتى نكمل ونعاودو نطلقو. حنا قررنا نكملو ان شاء الله، كفينا هاد الشويه هذا، ها انتما قلت لكم كنبقى هكا نخدمها مزيان، من هذاك الحليب كيتحيد منها كتشرب ديك الميه مع الزعتر، هي ديجا رطبت فيها البارح. هاد الشويه هذا انا كنخدم بها هاد السباتيله باش دغيا ما كتشدش، شتو دغيا مزيانه تخدموا بها، انا الزبده كتلصق كتبقى شي حاجه هنا في التحت ثاني ملي كنجبدها هانتوما شتو، صافي هانتوما هاد الشي لي بقى ليا، غادي نخليها تسقطر مزيان
دابا ضروري خصنا نحاول نحيدو الماء من ما خصها ما تبقاش فيها الماء. مرة غادي نبقى نحاول نصفيها مزيان من الماء اللي فيها صافي. وعاد ان شاء الله نديروهم هنا كما كتشوفوا معايا. هادو البليلات هادو صراحة بحال الطنجيات، كندير فيهم الطنجيين في الصيف ملي كنبدا ندير الباربيكيو، كيكون عندي داك الفاخر اللي كيبقى شيط وكنديرو هكا شي اكله ولا شي حاجه كنصيبهم فيها فرديين وكيبقاو في داك الفاخر كيطيبوا. شي نهار ان شاء الله نشارك معكم الطنجيه. دابا غادي نعاودو نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخليو حتى يتسقطر من الماء. غادي نبقاو هكا حتى يتسقطروا مزيان. هذا غنضربو هنايا ملي كنعمروهم، راه هنا ضروري خصكم تكونوا كتسدوهم بهذه الطريقه. شوفوا انا اش دايره هنا، ها انتما هنا سديت باش الهواء ما يدخلش النفس ما تدورش، وزيرتهم بهذا اي حاجه عندكم هنا يعني تيشو ولا شي حاجه يعني كلينيكس ولا اللي درتو ولا البلاستيك اللي درت انا. وغادي نعاود نغطيه ونسدوه بهذا الورق ديال المطبخ، وغادي نزير عليه بهذا البلاستيك. هذا ممكن ديروهم غير في القرعه ديال الدجاج اللي كتحكموا، يعني ديك اللي كتسد عندها السداده اللي بالجلده حتى هي كتحكموا فيها النفس ما كتخرجش، وتضغطوا عليها مزيان ما يكونش الهواء، ما خصش يعني يشوف الهواء ولا الضوء. صافي كنخليوها المده ديال 15 يوم، من بعد عاد كنشوفوا النتيجه كيفاش كتكون. ويعني في ديك الفتره ديال 15 يوم تقدروا تستعملوها كزبده عاديه، يعني زبده مملحه، ومن بعد كتبقى غادا وكتقدام وهي كيولي بحال السمن، يعني كيولي سمن كتقدروا تستعملوه في المأكولات اللي كنحتاجو حنا فيها السمن مثل الحريره اللي هي ضروريه في هذا الشهر باش ما نكسروش. انا راه كنحطهم بهذه الطريقه هذه، هذا هو السر بهذه الطريقه. يعني الا باقي شي ما لا باقي شي حاجه راه غادي تهبط يعني في هذه الجهه باش كتبان، انا ما بغيتوش يهبط لتحت باش ما يخسرش ليا السمن. صافي كنقلبهم بحال هذه الطريقه هذه باش خزنتهم انا، وما غادي يصيح حتى شي حاجه اصلا. ما غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاحباب والناس اللي هي كتسالني بزاف. هذا الفيديو خاص لكم نتوما ان شاء الله. يلا خليت لكم الراحه حتى الفيديو اخر. مع السلامه.